بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أن الطقس النهاردة هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، هيكون مائل الحرارة على السواحل الشمالية، وهيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. دلوقتي تعالوا نتعرف مع حضراتكم على درجات الحرارة بالتفصيل، وهنبدأها من القاهرة والعظمى 34 والصغرى 24، اسكندرية 28 21، مطروح 26 20، سيوة 31 22، بورسعيد 28 21، دمياط 28 22، الإسماعيلية 34 21، السويس 33 22، العريش 28 20، طابة 33 24، كاترين 28 17، شرم الشيخ 36 27، الغردقة 37 26، الفيوم 34 22، بني سويف 34 22، المنيا 35 23، الأسيوط 35 24، سوهاج 37 25، قنا 38 25، الأقصر 40 26، أسوان 41 27، الوادي الجديد 39 27، شلاتين 36 26، وأخيرا حلايب 33 27. حاولنا نطمن حضراتكم على حالة الجو، وأعتقد أن الجو معتدل، يمكن حار في الساعات الأولى أو ساعات الذروة، لكن بعد كده بالليل إن شاء الله يكون الجو لطيف. هنرجع مرة تانية لأحمد وبسنت علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا، وميرسي على الأخبار الحلوة دي.